من ضمن الأسئلة الحقيقة اللي جات لنا، أنا شغال مهنة كهربي، شغل كهربي، فالكشف بتاعت استمارة 111 هل يوم تحليل دم أو مخدرات؟ الحقيقة إنه بشكل عام لأ، لكن على حسب طبعا المكان اللي انت مقدم عليه، لانه عادة الكشف المخدرات ده بيكون للناس السواقين، المهن اللي بتحمل خطورة. طبعا كل المهن بتحمل خطورة، يعني ممكن الكهربي لو بيشرب حاجة انه يعمل مشكلة، ولكن بتكلم ان هو سواق، حد بيستقل حاجة او هكذا، فبيشتمل على هذا الموضوع. ولكن الكهربائي لا، ولكن في بعض المؤسسات او منظمات انت تشتغل فيها فتقولك لا انا لازم على كله هيعمل تحليل مخدرات، خاصة دلوقتي مع اتجاه الدولة في هذا الموضوع، فخلي بالك انه ممكن تجد هذا الموضوع، فخليك مستعد. ولكن انا بقول لك الكومن او الشائع او اللي هو كان بيتعمل ان الكهربائي مش بيكون عنده هذا الموضوع. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله. ونصيحتي لو في اي حاجه بتتشرب وطلب منك التست ده، حاول انك تاخر قدر الامكان، ما تروحش يعني بتروح على الاخر خالص تبطل، وده رساله انك تبطل عشان حفاظ على اكل عيشك. ودلوقتي بقت بتتعمل في شركات كتيره مع كل تأدي جديد عد، فخلي بالكو، تشربوا مية كتير، يعني تقولوا يا رب وان شاء الله ربنا يسترها معاكم. ولكن نصيحتي لو ربنا سترها معاكم في هذا الموضوع، بفضلكم مرة واخر مرة ومتتكررش تاني، علشان ده مصدر رزقك ورزق عيالك. ربنا يوفقك.